أنا ليلى بكر على معادي معاكم مع برنامجكم أسرار الليل. أنا اسمي هنا. ده عشاني؟ انا بنت على اخين، ابويا بيقول عليا ارجل. انا عايزه اروح حته تانيه خالص. عمر الطار ما بطل حد بكره. عمرك ما هتوصلي لحاجة. تبقى حكمت عليه بالموت. دي اسمها أنانية. بصيلي هنا عشان خاطري سيبه منصور. في يوم صحيت من النوم وقالت أنا مش هخاف. أنا اللي أخد واحد حتة منه مع واحدة تانية. دي بنت ممتازة وأنا ارتحت لها. عايزة أقول لك إن أنت كمان غيرت طريقة تفكيري.